مرحبا أصدقائي، معكم رؤيا من قناة عالم رؤيا لتعلم اللغة الكردية. حلقتنا اليوم تكملة الأحرف مع أمثلتن. وصلنا لعند الحرف كا، تيبو كا، مينوك، قال يعني عجوز. مثال الثاني كاد يعني تعب. مثال الثالث كورت يعني قصير. خلينا نعيد اللفظ كا، قال، كاد، كورت. حرف لا، تيبا لا، مينوك، لينوسك يعني دفتر، بلند يعني عالي. مثال الثالث لال يعني أخرس. خلينا نعيد اللفظ تيبا لا، مينوك، لينوسك، بلند، لال. حرف ما، تيبا ما، مينوك، مال يعني بيت، منزل. مثال الثاني زلام يعني رجل. مثال الثالث موسيق يعني موسيقى. هلأ خلينا نعيد اللفظ تيبا ما، مينوك، مال، زلام، موسيق. حرف نا، تيبا نا، مينوك، نان يعني خبز. مثال الثاني أنجام يعني نتيجة. مثال الثالث ميمون يعني قرد. خلينا نعيد اللفظ تيبا نا، مينوك، نان، أنجام، ميمون. حرف أو، تيبا أو، مينوك، أول يعني دين. مثال الثاني روج يعني شمس. خلينا نعيد اللفظ تيبا أو، مينوك، أول يعني دين. مثال الثاني روج يعني شمس. حرف با، تيبا با، مينوك، بال يعني ورق. مثال الثاني روبال يعني صفحة. مثال الثالث باراستن يعني حماية. هلأ خلينا نعيد اللفظ تيبا با، مينوك، بال، روبال، باراستن. حرف قا، تيبا قا، مينوك، قاز يعني بطة. مثال الثاني قدخة يعني ممنوع. مثال الثالث قربالخ يعني ازدحام. خلينا نعيد اللفظ تيبا قا، قاز، قدخة، قربالخ. حرف را، تيبا را، مينوك، راست يعني صح. مثال الثاني روفي يعني ثعلب. مثال الثالث روشنبير يعني مثقف. خلينا نعيد اللفظ تيبا را، راست، روفي، روشنبير. حرف سا، تيبا سا، مينوك، صال يعني سنة. مثال الثاني ساد يعني رقم مية.
مثال الثالث سامان يعني ثروة. خلينا نعيد اللفظ تيبا سا ميناك صال ساد سامان. حرف شا تيبا شا ميناك شير يعني أسد. مثال الثاني أنديشا يعني خيال. مثال الثالث شارستاني يعني حضارة. وهلأ خلينا نعيد اللفظ تيبا شا ميناك شير أنديشا شارستاني. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا عندكم أي أسئلة فيكم تكتبوا قسم التعليقات تحت، وإن شاء الله رح أجاوب على كل تعليقاتكم. بتمنى لكم كل الخير والسعادة. مع السلامة.